دشن وزير الصناعة والتجارة والسياحة السيد زايد بن راشد الزياني مدينة المهرجان بخليج البحرين إذن بانطلاق النسخة الرابعة من مهرجان البحرين للتسوق البحرين تتسوق، وذلك بحضور الرئيس التنفيذي لهيئة البحرين للسياحة والمعارض الشيخ خالد بن حمود آل خليفة. وسط أجواء من الترقب لانطلاق النسخة الرابعة من مهرجان البحرين للتسوق البحرين تتسوق، يميط المهرجان اللثامة عن ماهية الفعاليات والأنشطة التي تضمها مدينة المهرجان التي تأتي على هامش افتتاح هذه النسخة بتشكيلة متنوعة من العروض وألعاب الكرنفال التي تمكن جميع أفراد العائلة من قضاء أوقات ممتعة وإتاحة فرصة الفوز بالجوائز القيمة أو التسوق وتذوق أشهى المأكولات إلى جانب الفقرات الموسيقية يومياً. النسخة الرابعة لمهرجان التسوق أكبر وأضخم. العام الماضي هناك 14 مجمع، هالسنة 18 مجمع مشارك معنا هالسنة. ايضا عدد الفنادق زادت من 20 مجمع 20 فندق الى تقريبا 30 فندق. الجوائز اكثر الحمد لله، 20 سياره هذه السنه، 6000 تذكره مخفضه مقدمه من طيران الخليج، واكثر من 30000 هديه مقدمه من فيفا. طبعا كل من يتسوق هناك نظام ربط الكتروني يؤهل جميع المتسوقين في المهرجان انهم يفوزون بهذه الجوائز. مدينة المهرجان تعد من أنجح وأكبر الفعاليات ضمن مهرجان البحرين تتسوق، فهي تجربة ترفيه عائلي متميزة ومن أفضل الفعاليات التي تقدمها المملكة للزوار والمقيمين عبر تنمية ثلاثة قطاعات هي السياحة وتجارة التجزئة والمطاعم، بالإضافة إلى أن هذا الحدث الوطني البارز يعزز مكانة المملكة كوجهة قريبة ومرحبة يسهل الوصول إليها، تقدم تجربة مميزة وعروضا مناسبة للعائلات على المستوى الإقليمي. نأمل إن شاء الله من هذا المهرجان أن يجذب السواح من منطقة الخليج العربي. غيرنا التوقيت بحيث يتزامن أفضل مع عطل المدارس في الدول المجاورة، وأيضا نستعمل هالمهرجان كنقطة انطلاقة للبحرينيين المستجدين على عالم التجارة سواء في الأكل أو المنتجات الحرفية أو المنتجات الأخرى. يعد مهرجان البحرين تتسوق في نسخته الرابعة الأضخم على مستوى مملكة البحرين في ظل المساعي لتعزيز القطاع السياحي المحلي ودعم مسيرة التنمية المستدامة التي تشهدها المملكة، علاوة على دفع عجلة التقدم بهدف رفع مكانة البحرين عاليا بين دول المنطقة، مما يساهم بشكل فاعل في نمو الاقتصاد الوطني. من هنا تعلن هيئة البحرين للسياحة والمعارض عن انطلاق النسخة الرابعة من مهرجان البحرين تتسوق بمجموعة من الفعاليات والأنشطة، ليكون هذا المكان وجهة سياحية للكثير من العائلات البحرينية والخليجية. إيمان شرف لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.